لقجح هو اللي شاد نعم. الكاف. نعم نعم نعم، وقلتها دون بليزيور بلاطو هضرتها. قال لك جلست مع واحد ان جورناليست اللي قعد قال عندنا الدبلوماسيه الرياضيه. قلت له ما عندك ني دبلوماسيه رياضيه ما عندك والو. وقلت الجاهد تكلمت مع زفزاف قلت له يفو فير تريز اتونسيون الي لا الي تاريفي. هادو الناس سي با دي سان. جاو لاشان هنا جاو داروا لوفرتور دو لاشان. هادو الناس نقول لك يقولوا لك في وجهك ننتخبوك، ولكن واش لقجع يلوفر واش يقد. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز الخبر. في هذا الفيديو غادي تشوفوا الاعلام الجزائري مازال في التهجم وفي التهجم ديالو على فوز القجع، وتكلموا على ان يعني الخساره ديال زفزاف او زفيزف عندها علاقه بفوز القجاع، لان فوز القجاع هو اللي تيتحكم في الكاف، وان الشلماني يعني مغطيه او يعني تحت الغطاء نتاع فوز القجاع، ولهذا يعني صوتوا عليه اكثر من 38 او 38 صوت اللي خداه افريقيا. وهذا الشيء اللي كيوضح لنا على الفشل والقوه الضاربه، ما هي الا قوه هاربه وفارقه ما على بالهمش بهم وما تيعترفوش بهم. اصدقائي واحد الفيديو اللي جد رائع، خليكم تفرجوا في هذا الفيديو وتشرحوا لي الاراء ديالكم في التعليق. اللي ما مشاكش في قناتي يشرف القناه ويفعل زر الجرس، ونتلاقاو من بعد الفيديو. السلام عليكم. نقولوا كان منتظر وما كانش منتظر من السيد جهيد زفزاف الفوز بعضويته على مستوى الاتحاد الافريقي لكرة القدم. اولا كيف تعلق عن خسارته لهذا السباق؟ وكل الامال كانت معلقة عليه للفوز بهذا المنصب. والله شوف، الانسان يكون واقعي. انسان اولا يكون واقعي. هادو لي زيليكسيون الانتخابات الانسان يبريباريهم في وقت في مده تكون لي تسمح له المينيموم يكون ان موندا تاع 4 سنين. داكور، الجزائر نقدروا نقولوا وعلاش ما نهضروش اليوم باش محبين الرياضه والشارع الجزائري اليوم يكونوا واقعيين. انا نقول لهم كونوا واقعيين وتكلموا على المهزله منذ العهده تاع الرحيل تاع رحله روروا. معناها جات من روروا الكره الجزائريه كانت غائبه على المستوى القاري، غائبه صح. يعني مستوى القاري غائبه. كانوا هناك شخصيات رياضيات في عده لجنات، معناه دون بليزيور كوميسيون. ايوه جازت شي نحاهم اكل. هذا تاريخ يسال فيها هذه يعني. شوف اسمح لي اليوم نوضحوا، ما ندبحوش الناس يا اخي. شوف جبتوني لهنا درك ما ندبحوش الناس، كل واحد نعطوا له حقه. جا مرزتشي، جا عماره شرف الدين. عماره شرف الدين في الماتش تاع الكاميرون ذبحوه. شغل هو يلعب في التيرا، هو يلعب في التيرا ماشي بالماضي، هو يلعب في التيرا معناه ذبحوه. وي لون بوسي ا لابورت. الور هو يدخل وفرهم كل وفور، جاب لا كوب دافريك، جاب لا كوب داراب. اليوم جا حوزوه، موراه جا جايد زفزاف راهو عنده عام. الجزائر غائبه اليوم. تعرف او نيفو دو لا كونفيديراسيون افريكان دو فوتبول، في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، الكونفدراليه هذه كونفدرات الشواطين لكره القدم. هذه الكونفدرات الشواطين لكره القدم اكثر من ارويوم، اكثر من انترون. شوف اليوم لقجع اللي الانسان يقول الي لا il défend son pays convenablement. صحيح il défend son pays c'est son droit. اليوم دار ان لوبي، دار المصري تحت يدو، دار لو تونيزيان اللي يلعب ا غوش ا دروات، سونغور تانيت ماتسامبي الي لا. الحاجه اللي تهمه ماتسامبي هو خضره فوق الطعام، ماشي خضره فوق الطعام. اللي يهمه هو il veut être élu dans son poste. Vous savez que c'est le poste de président de confédération. C'est très important. كلامك شيخ انه لقجح هو اللي شاد الكاف. نعم نعم نعم. وقلتها
قلتها بدون بليزيور بلاطو هضرتها. قال لك جلست مع واحد ان جورناليست اللي قعد قال عندنا الدبلوماسيه الرياضيه. قلت له ما عندك ني دبلوماسيه رياضيه ما عندك والو. وقلت لجاهد تكلمت مع زفزاف قلت له يفو فير تريز اتونسيون اي لي لا اي لي تاريفي. هادو الناس سي با دي سان. جاو لاشان هنا جاو داروا لوفرتور دو لاشان. هادو الناس نقول لك يقولوا لك في وجهك ندخبوك ولكن واش لقجع يلوفر واش يقدم خدمات الشيطان ما يخدمهاش الشيطان ما يقدمهاش. ونعرفوا لي زافريكا على كروشهم يجوزوا اليوم او اوناني. واش تستنى؟ انا استنيت ان اكسبلوا 18 فوا ولا 14 فوا والله سي ان اكسبلوا. اليوم ما تصمبي اللي يتكلم يقول انا جو سوي ان امي ماهوش امي دو لالجيري. سي تان نقول لك حاجه سي تان بريزيدون دو كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول. للجزائر تكون كم لي زوتر بي. اليوم هو اللي يهمه المقعد اللي راهو يشرف عليه. ما يقدرش يدخل في حرب مع ليكزيكوتيف بور فير بليزير ا لالجيري. اون بليس دو سا يلا اون سيل فوا. اليوم ان لوبي قعد اوناني ما نقدروش. شوف ما تقوليش بصح علاش دخل الشيخ يفضلك؟ علاش دخل الملكي شاف روحه ما يقدرش عام على راس الاتحاد الجزائري كره القدم؟ ملك هذيك هي الغلطه ولكن الاسبوار في فيفري اخي. اليوم جاو لاشان عنده مكتب فاشل يا اخي. عنده اعضاء في المكتب الفيدرالي ما يقوموش. عندهم اعضاء في المكتب الفيدرالي اللي هما ما راهمش مأمنين راهم في المكتب الفيدرالي اولا وثانيا سكي لي زانتيريس لي فواياج. روح حسبهم تلقى واحد برك تلقى زوج عباد دايرين تعرف شحال دايرين خارجين من البنك الجزائري من لا بنك الجزائري. لا ماشي مخرجين واحد 55000 يورو ملي بدا الفوتبول. سكي لي زانتيريس سي تاع شنو سي المصالح الشخصيه. نعم سي فهد غادي تحدث لي عن الدبلوماسيه الرياضيه. الجهه المقابله نشوفوا الدبلوماسيه الرياضيه عند الشلماني غايبه. بلادو في حرب بلادو ما كان والو لكن دار العروق ملاح على مستوى الكاف. فاز في وقت فات على بهلول واليوم يزيد يفوز على جهيد زفزاف. شوف في وقت بهلول لهذه الدرجه الجزائر ضعيفه؟ شوف بهلول في الوقت هذاك كان لي كار سيري. علاش لي كار سيري؟ محمد روروا انا ذاك كان هناك ونلعب رول لي كار سيري اللي تي سيري. شلماني لو ليبيا الى بوكو دارجون. Il avait corrompu plusieurs présidents et représentants des associations nationales au niveau de la CAF. Ces gens-là, vous savez que c'est l'argent, c'est la guerre, les nerfs de la guerre. Et bien, Daraham, il est le soldat de la Confédération. Il n'y a pas de soldat. الدراهم يوصلوك للسلطة. وشلماني معروف رجل أعمال وحاليا موجود في ليبيا. نعرف السوق الليبي كيفاش يتمشى ونعرف الدراهم ليبيا كيفاش راهم يخرجوا. شراهم أكل صافيك شراهم أكل. حنا واش يجو يشوفوا بور لي بوزيو دو لالجيري؟ ما يشوفوش بور لي بوزيو دو لالجيري. هذو الناس شوف ني فوا ني لوا. الناس اللي تفوتي لتماتيك ني فوا ني لوا. يل بريفار اون بليس دو سا سي لي فاكونس. سي بغدادي اليوم اسمح لي سي لي فاكونس بور لي جون لي فوتاو سي لي فاكونس دو راف تاع الاحلام. يدي الشكارا وفوت على لو ليبيا. انا بور موا سي با اون سيربريز دو تو. ماهيش مفاجاه. تفضل. ماهيش مفاجاه بالنسبه لنصر الدين بغدادي. كاين في الجهه المقابله الدوله الجزائريه وفرت كل شيء لزفيزف من اجل وحطته في احسن رواق. يعني جابت له الشان جابت له الكان في العاب بحر المتوسط وفرت له الملاعب الجزائريه وفرت له الملاعب هذه واستضافت هذو اللجان تاع المكتب التنفيذي تاع الكاف. جابت موتسيبي يعني حطته في رواق حسن كما قلت. قال لك ان زفيزف موتسيبي صديقي لكن اليوم الصديق تاعو هذا ما وقفش معاه وما صابوش. اليوم ماتسامبي سي ان نوم دافير. انا نشوفه
شوف الفريق اللي كان يترأس الفريق تاعو اليوم، شوف هادو الناس أرباب الأعمال عندهم غير لانتيري اليوم وصل للهرم تاع لا كونفيدراسيون. الحاجة الوحيدة اللي تهمه هو الترشح لعهدة جديدة، والعهدة الجديدة يشد في القجع ويشد في لي مومبر دو ليكزيكوتيف. حنا اليوم حان الوقت باش نخدم على الفيتور. حنا هنا يكسروا بعضهم بعض، ولكن لا فيدراسيون الجزائريه دو فوتبول الي فيكتيم دو مافيا كي ترافاي كونتر لانتيري دو فوتبول الجزائريه. وهذه لا مافيا باينين. شوف حتى الشامبيون تاعك، شوف الشامبيون، شوف الشامبيون موبيليس هذه دوك اللي حقوليها الشامبيون. اليوم اليوم انا نقول لك بور ريفونير، نعاودو نولو الماتش امبي ماتش امبي، نقول لك حاجه ماتش امبي مراو صديق مراو عدو الجزائر شاد العصام يشوت يشوف صلاحه، وشاف صلاحه، شاف صلاحه اليوم. ويوناني واش دير؟ لاشان كانت هنا، الهيئات موجوده، ولكن نقول لك حاجه لو كان داو معاهم الشكاره داو دراهم ويزون كورومبي كيما دار لي ليبيا، وانا مسؤول على كلامي. هذه هذه مهمه جدا، مسؤول على كلامي، مسؤول على كلامي، انا مسؤول على كلامي. لي ليبيا يلو راهو فار دي سمارت فون، اسمع هذا هو الفرق. شوف يلو راهو فار دي فاكونس، يلو راهو فار دي زونفلوب شكاره، يلو راهو انا مسؤول على كلامي. اليوم انت يا انت انت يجي نعطي لك ان اكزومبل. لو بريزيدون دو سود دو سودان يجي ترميلو انوفلوب كونسيكونت، ترميلو انوفلوب دو 30000 40000 يورو، راح يفوت على بزاف. كل عقلين شويه. اليوم ما نتكلموش على الهيئات، ونتكلموا الهيئات جايين يفودري دي زون. انا مثلا اصدقائي ومرحبا بكم مره ثانيه على قناتكم يوسف الخبر. كما شفتوا في هذا الفيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، وكما شفتوا الاعلام الجزائري كما تعودنا عليه البكاء والنويح على اخطاء والفشل ديالهم تيديما تيحطوا على الاخرين، ويعني اللي كيبان لهم في الوجه وهو فوز القجع، لانه واحد الراجل اللي خدم البلاد ديالو وراه قالها، قال بان يعني فوز القجع راه خدام على البلاد ديالو ومن حقه انه يخدم على البلاد ديالو، ولكن خسروها ملي تيقولوا بان كاينين الدراهم وكاين التحكم في الكاف وكاين الكولاسه، الهضره ديالهم ديال ديما. اصدقائي هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو ارائكم تعليق لايك والبارطاج، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك في القناه. وتلهنا اصدقائي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.